أعلنت القوات المسلحة انتهاء عناصر الهيئة الهندسية التابعة لها من تنفيذ أعمال التطوير والترميم لميدان ومسجد ومستشفى رابعة العدوية بمدينة نصر وفقاً لبيان نشر على صفحة المتحدث العسكري بالفيسبوك فإن أعمال التطوير تضمنت إعادة تنسيق الموقع العام للميدان ورفع كفاءة طريق النصر من تقاطعه مع شارع إسماعيل الفنجري حتى المول التجاري كذلك شارع الطيران في الاتجاهين مصطفى النحاس والعروبه وشملت الاعمال ازاله 6500 متر مكعب من المخلفات واعاده تركيب بلاط الارصفه السابق ازالته من قبل اعضاء الاخوان اثناء اعتصامهم. كما قامت عناصر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بترميم وتطوير مسجد رابعه العدويه بالكامل الذي تعرض للحرق والتدمير على ايدي المتظاهرين خلال فض الاعتصام غير السلمي. وتضمن التطوير بناء أسوار جديدة حول المسجد وإنشاء مظلة معدنية والمداخل والأرضيات وإصلاح وتجديد دورات المياه وأماكن الوضوء بما يتناسب مع الشكل الحضاري للمسجد